العامة في الريف المصري بصورة خاصة من أهم القضايا اللي بتهدد القضية السكانية. وتعلم حضرتك أن القضية السكانية من القضايا الهامة جدا التي أولاها العالم أجمع اهتمام كبير جدا للارتقاء بمستوى المعيشي للفرد والمجتمع بصورة عامة. القضية السكانية تعتمد أساسا على محاور هامة. المحور الأول هو النمو السكاني وتحقيق المعادلة الصعبة بين النمو السكاني وبين النمو الاقتصادي، وهذا ما نص عليه الدستور المصري عام 2014 في المادة 41. المحور الثاني هو الخصائص السكانية ذاتها كي تحقق مستوى معيشي أفضل للسكان، ويأخذ كل مواطن حقه في التعليم والصحة وخفض مستوى البطالة وأيضا رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي. والمحور الأخير هو التوزيع الجغرافي العادل. كما تعلم نحن في مصر نعيش على رقعة جغرافية لا تتعدى 6 أو 7% من الرقعة الجغرافية لمصر، وهذا يستلزم بنية تحتية ومد مرافق وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة. من أهم القضايا التي تؤثر على القضية السكانية وزيادة عدد السكان هي الزواج المبكر، والزواج المبكر يؤثر على الطفل ويؤثر على الفتيات، ونحن بصدد أن نستثمر حقيقة في الطفل ولا نستثمر الطفل، هذا هو القضية، كما نستثمر في صحة الإنسان المصري ولا نستثمر صحة الإنسان المصري، هذه القضية. أدعو كل الشركاء، أدعو الحكومة والوزارات المختلفة والمحافظات في ربوع مصر والمجتمع المدني وكل الهيئات الداعمة أن تساهم بالفعل في وضع التصور الحقيقي والفكر الراقي في تنفيذ هذه الخطة التنفيذية لاستراتيجية الحد من الزواج المبكر. نحمي مواطنينا ونحمي فتياتنا ونرتقي بمستوى المعيشة لمجتمعنا المدني.